بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في شرح هذا الجزء العملي من مادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع المسائل المرتبطة بالمحور الأول Introduction to Strength of Materials and Static Review ونبدأ الآن في شرح المح المسألة السادسة المعطيات كالآتي: عندنا هذا الشكل كيبل محمل بماذا؟ محمل بقوة W1، قوة W2 في النقطة B و C، ومحمل عن طريق بولي بقوة قيمتها 300 نيوتن عند النقطة E. المطلوب هنا طبعاً حسب المعطيات هو حساب التنشنز قوة الشد على الكيبل على الجزء AB، على الجزء BC، وعلى الجزء سي دي وايضا حساب الماجنتيود لقوة w 1 وw 2 طبعا حسب حسب الشكل وحسب توزيع القوى افضل طريقه لحل هذه المساله هو استعمال قانون اللامس ثيوريم استعمال قانون اللامس ثيوريم راح يكون للجوينت بي ثلاث قوى والجوينت سي بما انه فيه ثلاث قوى بالنسبه للنقطه C ايش القوى اللي موجودة عندنا في الحقيقة خلينا نرجع القوة الأولى في النقطة C هي قوة 300 نيوتن لأنها هي نفسها قوة 300 نيوتن هنا وهنا وهي قوة الشد هنا أيضا قوة الشد BC وقوة ال W2 مع هذه الزوايا W2 تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها اللي هي 120 يساوي قوة الـ ال ال TBC هذه شقوط الشد بي سي، تقسيم الزاوية المقابلة لها اللي هي كم؟ اللي هي 90 زائد ماذا؟ زائد الـ 60 درجة، يعني 150 درجة. يساوي ماذا؟ يساوي 300 درجة تقسيم ماذا؟ تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها، وهي 90 درجة. إذا تي بي سي تقسيم ساين الـ 150، يساوي دو تقسيم دو تقسيم ساين الـ 120، يساوي 300 نيوتن تقسيم ساين الـ 90 درجة. طبعا هذه زي ما نحكي دائما وابدا انها ثلاث معادلات في معادله واحده نسحب التي بي سي ومعلقاتها ب 300 نيوتن فنحصل ان التي بي سي تساوي 150 نيوتن اما w 2 نستعمل المعادله الثانيه علاقتها مع 300 نيوتن فنتحصل على انه دبليو 2 تساوي 259.8 نيوتن اما على النقطه بي فنستعمل نفس الطريقة الـ TAB تقسيم ساين الزاوية المقابلة لها كم الزاوية المقابلة لـ TAB الـ TAB هنا طبعا الزاوية المقابلة لها 90 الـ W1 الزاوية المقابلة لها 150 والـ TBC الزاوية المقابلة لها هي كم؟ هي 30 درجة زائد 90 يعني 120 درجة نرجع للمعادله تي اي بي تقسيم ساين ال90 درجه يساوي دبليو 1 تقسيم ساين ال 150 درجه يساوي تي بي سي تقسيم ساين ال120 درجه من المعادله الاولى نسحب العلاقه ما بين تي اي بي ودبليو 1 فنتحصل على ماذا نتحصل على انه تي اي بي تساوي 173.2 نيوتن والدبليو 1 تساوي ماذا تساوي 86 فاصله 6 نيوتن